وجهه شظايا ندم فيه انتهيت. خلي بالكم يا شباب، ايه يعني المشكله لما اشوف يعني فيديو كليب مره؟ يعني يا مولانا ما تدقهاش علينا كده، ما هو مش ساعه لقلبك وساعه لربك؟ لا لا اطلاقا، ساعه وساعه كما قال الصادق عليه الصلاه والسلام، ليس كما نفهم وليس كما نظن، ساعه نقضيها في المعصيه وساعه تقضى في الطاعه، اطلاقا ليس هذا هو المراد. كما في صحيح مسلم من حديث حنظله الاسيدي رضي الله عنه، لقي أبو بكر رضي الله عنه حنظلة، فقال أبو بكر لحنظلته: كيف أصبحت؟ فقال حنظلة للصديق: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، نافق حنظلة؟ معقول صحابي جليل يتهم نفسه بهذا الاتهام؟ نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني وقع في النفاق. فقال أبو بكر: مما؟ ليه؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي العين، أو حتى كأننا رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا، خلي بالك، وأزواجنا، عافسنا الأزواج، أي داعبنا الأزواج وانشغلنا واستمتعنا بهن، عافسنا الأزواج. فإذا عدنا عافسنا الأزواج والأولاد، شغلنا بالأولاد والضيعات يعني بالتجارة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنجد مثل هذا. الصديق هو الآخر يقول بأنه واقع في هذا الحال: والله إنا لنجد مثل هذا. فقال، انطلق أبو بكر رضي الله عنه مع حنظلة رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي، يعني من بكاء عين وخشوع قلب وخشوع جوارح، لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي تذكرنا بالجنة والنار فنبكي وتخضل لحانة. فقال: لو تدومون على الحال التي كنتم بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ما فيش بأس أن تروح عن قلبك بعض الوقت، النفس جموح تحتاج في وقت إلى شيء من الترويح، فليكن الترويح منضبطا بضابط الشرع، فليكن الترويح أيضا حلالا، وليس كما قال: سعى قلبك وسعى ربك، سعى قلبك اعمل اللي انت عاوزه من المعاصي والشر، لا 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 إطلاقا، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. بنص حديث حنظلة في صحيح مسلم، يعني ساعة داعب فيها زوجتك وأولادك وانشغل فيها بضيعتك أي بتجارتك، والساعة الأخرى تشغل فيها بربك سبحانه وتعالى، فلتبكي حتى تخضل لحيتك من البكاء. مش معنى ساعة لقلبك إن أنا الساعة دي بقى خلاها في المعصية، أبقى صايم طول اليوم في نهار رمضان وبالليل أطلع بقى أفعل ما شئت من المعاصي، حاشا لله، حاشا لله. والله ما قال هذا أبدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ هنبقى ملائكة يعني؟ ما أنتش عاوز حد يغلط؟ أنت ما بتغلطش؟ لا، حاشا لله، كل بني آدم خطاء. أمال إيه المعنى؟ المعنى إن زلت قدمك، إن زلت قدمك لبشريتك فجدد الأوبة والتوبة إلى ربك تبارك وتعالى، لكن ليس عن قصد وعن إصرار وسبق وتعمد أن أنطلق لأقضي ساعة في الطاعة ثم إذا ما انتهيت منها أبحث عن ساعة أخرى لأقضيها في المعصية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه